ميزانية البيت. طبعا في زيادة في بعض الأسعار أو في بعض السلع تحديدا، الأسعار اللي بتغلى دي بنشوف ناس بتشتكي، ولكن بنشوف ناس تانية كمان جنب الشكوى إنها بتروح تاخد رد فعل، بمعنى إنه في ناس إزاي اتعلمت تظبط الميزانية، إزاي إنها تقوم بعمليات ترشيد، وإزاي إنها تتعامل مع التجار اللي بيغلوا الأسعار بإنها ترفض السلعة اللي هو بيبيعها بهذا السعر وتشوفها في مكان تاني بسعر مختلف. كاميرا مساء دي أم سي رافقت السيدة رانيا فرج وهي بتقوم بشراء احتياجاتها المنزلية من خضروات فاكهة وغيره، وبتشوف إزاي بتتعامل مع التجار في مسألة الأسعار. السلام عليكم. بكام الطماطم؟ عندك فلفل حراق احمر؟ بكام دي؟ طب وريني كده بخمسة جنيه توم بودر هيبقوا قد ايه؟ خانة سعر تاني؟ خانة بتزيد 10 جنيه. 10 جنيه، طب تمام. تلك الجولة هي جزء أصيل من روتين رانيا فرج الأسبوعي، تعتبرها هي حجر الأساس لضبط ميزانية المنزل. عمرنا في الطالع وفي النازل، يوم كده يوم كده، اكيد هنتعايش مع الموضوع. يعني انا مثلا عندي الطماطم دلوقتي ال 4 ب 10، طب ليه ان انا ما انزلش اشتري كميه واستغل الموقف ده؟ هنعصرها في الخلاط كويس قوي وهنخزنها، نبتدي نخزنها ونفرزها في الفريزر. هنيجي برضو نلاقي سعر البسله برضو الموسم بتاعه، هجيب البسله برضو افرزها واشيل كميه كبيره. ورق العنب يا ده كان في رمضان ورق العنب وصل ل 150 جنيه الكيلو. اسعار الخضار بقى لها اسبوع في النازل، يعني البصل ب 2 جنيه ونص، حلو جدا، فجيبي برضو كميه وشلوها. البصل من النوع اللي بيتخزن، فهاتوا كميه بصل وشلوها. بهذا المنطق تعتبر رانيا نفسها وكل ربة منزل جزء مهم وفاعل في اليات ضبط الاسعار. احنا ممكن بايدينا ان احنا نرخص الحاجه دي. الكلام الفتره اللي فاتت كله على البيض، اسعار البيض غاليه جدا، كرتونه ب 80 جنيه لا بلاها، مش هجيب بيض، استنى لغايه ما يرخص. لكل حاجه بديل، هروح عند العطار نفس الحكايه، هبتدي اجيب التوابل على قدي، ففي حاجات ممكن نستثنيها. منهج رانيا في ترشيد الاستهلاك هذا وضبط ميزانيه الاسره تحول الى رساله توجهها هي لمتابعيها عبر السوشيال ميديا، مصحوبه ببعض الوصفات لعمل وجبات اقتصاديه. الحاجات الموجودة في البيت اقضي بيها، ونعمل ان شاء الله مع بعض النهارده اكله حلوه جدا جدا اقتصاديه جدا. صرفت الحكايه بقى وبقيت عندي قناه على اليوتيوب، وبعد كده بقى معايا اوردرات اونلاين. بقول لست البيت انا اجيب على قدي وعلى قد امكانياتي، ما بدل ما اجيب 2 كيلو 3 كيلو من الحاجه هجيب كيلو 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 من كل حاجه. الست المصريه دي بتاعت المواقف الصعبه، بتفنن وبتقدر ان هي تقتصد وتشيل من هنا وتحط من هنا. طول عمر البيوت المصريه ماشيه على كده.